ومن اكتر الحاجات برضو اللي مكمله معانا على جوجل بقالها حوالي اسبوع واكتر كان فيلم مولانا، وده بعد ما تم تسريب الفيلم على الانترنت. فيلم مولانا اثار جدل كبير في الشارع المصري لدرجه انه الموضوع خلى البعض يقدم بلاغات لمحاوله وقف عرض الفيلم. التقرير اللي جاي فيه تفاصيل اكتر. الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه. مولانا فيلم واجه ضجة كبيرة قبل نزوله، وتعرض صناعه لعدد من المشاكل منذ صدور إعلان الفيلم وحتى وقتنا الحالي. وقال له: أي رسول الله، وليني إمارة. فيلم مولانا هو رواية للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وكان يتم تحويلها لعمل سينمائي واجهت العديد من المشاكل، أبرزها مطالبة بعض أئمة الأزهر بوقف عرض الفيلم. أنت تريد أن تقضي على القدوة وتريد أن تدمر المجتمع بهذا العمل، أنت تريد أن تميع صورة الإمام وصورة الشيخ، تريد أن تمسخها، تريد أن تغيرها. من حق أي حد أنه ينتقد الفيلم، لكن فكرة المطالبة دايما بأنه بوقف الفيلم أو أنه فئة معينة تطلب عدم إظهار أحد الشخصيات التابعة ليها داخل الفيلم بصورة معينة، ده طبعا أمر غير مقبول على كافة المستويات. أنا لغاية الوقت شايف إن اللي بيشوف الفيلم بيطلع مبسوط وبيتكلم بشكل إيجابي جدا عن الفيلم. كل اللي بيشوف الفيلم بروح غير متربصة بيشيد بيه، لأنه فعلا إحنا مش قصدنا أي نوع من أنواع الإهانة لأي حد ولا مشايخ الأزهر، رغم اعتراضنا على حاجات كتير بيعملها الأزهر. بعض المستخدمين على موقع تويتر عبروا عن إعجابهم بالفيلم، في حين وافق البعض الآخر الدكتور مندور بأن العمل يهدف إلى الإساءة للدين. أما على الجانب الفني، أشاد المخرج يسري نصرالله بالفيلم وبأداء بطله عمرو سعد، وكمان وجه المخرج عمرو سلامة الشكر للرقابة على سماحها بعرض الفيلم. من الجهة التانية، أشاد بعض النقاد الفنيين بالفيلم وبمخرجه مجدي أحمد علي، لكن مع بعض التحفظات. هو تجربة مهمة أنها تتشاف، لأن هو بيقدم شخصية وبيقدم مجموعة من القضايا من خلال هذه الشخصية السينما ما تطرقت لهاش بعمق من فترة كبيرة. أبرز عيوب الفيلم ربما أنه كان أطول من اللازم. مجدي أحمد علي كمخرج كان ممكن يقدم الكثير أفضل مما قدمه، خصوصا في تحريك أو في اختيار بعض الشخصيات. أغلب الانتقادات برضو انتقادات، يعني مع كل احترامي، يعني انتقادات سطحية. أنا مش يعني ما استفدتش من انتقاد حقيقي. في بعض انتقادات مثلا زي هنات صغيرة في الكسرة في الفتحة في بعض آيات القرآن أو الحديث. أما ردود فعل الجمهور في الشارع فكانت أغلبها في صف الفيلم. هو فيلم حلو جدا، بيتكلم في موضوع الناس كلها بتصدق أي حد يتكلم في الدين مع أي حد كده، فده بيناقش موضوع فعلا مهم الناس لازم تشوفه عشان تفهم كويس دينها، مش أي حد يكلمها كده تقوم مصدقه وخلاص. إن هو بيتكلم مع داخل الدين في السياسة، وأنا شايف إن ده حاجة حلوة يعني، وهتغير من شكل المجتمع. الفيلم كان تحفة قوي بصراحة، وكان جميل. ده كنت عايزة أقعد الحفلتين ورا بعض أقسم بالله. فيلم ممتاز وقصته حلوة، وأنا شخصيا بحب الإعلامي المميز إبراهيم عيسى، وقريت الكتاب قبل ما أخش الفيلم. ومع كل الجدل المصاحب للفيلم، استمر في دور العرض متصدر لإيرادات شهر يناير حتى الآن. سلام عليكم.